جهود ما تقدر بثمن. أي ابتداء من استعلامات. أي وحتى مدير المستشفى. إذا ليش ما تغيرها بسوفين؟ ما أقدر، لأن حد يدري بي إيش بيها. سلامة. الله يوفقهم وينصرهم وينطيهم الصحة والعافية. سلامات حجية. جهود لا تقدر بثمن. الله يسلمك، الله يسلمك، ممنون. تنشر. هاي بعد تسولفين وهاي. أنا برقبتك. إن شاء الله، إن شاء الله. جهود لا تقدر بثمن. يلا. السلام عليكم. شلونك وين؟ يا طيب. شلون صحتك؟ بالله على السلامة. شلونك؟ عمو شلونك حبيبي؟ السلام عليكم. شلون صحتك؟ أستاذ نجم الربيعي من قناة التغيير. زين زين عمو. إيش قد صار لك هنا؟ يومين داوم. قصدك فترة العلاج قصدك؟ لا هو هنا علاج. شلون كنت قمت تراجعون المؤسسة؟ الشهر بداية السنة يعني. 20. انت ساي بطينك الغرفه اي في اي بي اي ياخذ منك فلوس نجم هاي الغرفه الاحتياطيه في اي بي في اي بي عندنا بعد غيرها هاي والله احتياطيه ايش تدفع هنا والله ما ندفع كل شيء بلاش كل على عدل يعني هم مو يعني يقول لك اولا من لم يشكر المخلوق لم يكرم الخالق الله سبحانه عز وجل يعني يبارك فيهم يحفظهم ولولاهم يعني ما نقدر كل شيء نسوي صراحه يعني نترك ابنائنا نعفهم يروح من يدك ما يقدر تعالج انت بكاري لك محدود اهلا تقدر تعالج صراحه وعليكم السلام دكتوره فاطمه هنا اهلا دكتوره شلون صح الحمد لله يعني صراحه انا واحد يشكي اياها بصراحه لا بالنسبه لي يمكن حتى ما اعرف عني لا جامل ولا هاي الله سبحانه عز وجل رقيب وشاهد علي من اصغر موظف اكبر شخص وعلى راسك اليوم ما مقصرين انا قد انبلش كلهم مرتبين كلهم بعد مشاهدينا الكرام يعني إيش قد بقدر أنا أقول يمكن الصورة هي تتحدث أفضل مريض أب غرفة خدمات علاج مجاني أنا مو بصدد أن أسوي دعاية لكان من يكون لا لمرجعية ولا لعتبة ولا لطبيب إنما الصورة الواقع هو الذي يعطيك دلالات على أن هنالك شيء هاي التجربة ليش ما تعمم؟ ليش ما تنجح في مكان آخر؟ ليش مستشفياتنا الحكومية تعبانة؟ يا معالي الوزير لا درج لا مصاعد لا خدمات الموظف مو انتقاصا أنا بالعكس أنا أقدر الجهود بالذات الأطباء بكورونا هذا الجيش الكبير لكن واقع الحال مأساوي شبينا ليش ما نقدر كل مستشفيات العراق تصير مثل هذا الشكل هذا 100 سرير راح ينفتح 100 سرير أنا زرت اليوم في مناطق في نفس المحافظة على خدمات وسألتها لها أنا ما يهمني ما يقول المدير ولا يهمني ما يقول المالك يهمني ما يقول المريض والمواطن شبيها هاي التجربة ليش ما تصير ماكو فلوس لا أكو فلوس بس ماكو أمانة وماكو شرف تفضل دكتور أستاذ نجم هناك نسخة مكررة حتكون لوارث في البصرة إن شاء الله على نهاية السنة حتفتتح وهناك أيضا في ديوانية نسخة أخرى وفي الشمال أيضا مشروع حيكون هناك أيضا نسخة أخرى بالشمال على يعني بنفس الترتيب بالضبط نعم. إيش قد عندكم كادر طبي هنا كادر الطبي السلام عليكم مرحبا كادر تمريضي يتراوح بحدود 120 ممرض طبيب ممرض السلام عليكم مرحبا شلونك حبيبي شلون صحتك عمو حبيبي شلونك السلام عليكم شلونك بطه هاي بطه شلون الامور من وين من النجف ينصر من النجف نعم ما عندكم مركز مثل هذا بالنجف لا اكو موجود بس هنا على افضل هاي الغرفه لكم الحمد لله ايش قد صار لكم هنا من يوم الخميس خميس نعم الدكتور بقرار ان تدخلون هي هاي الجرعة الثالثة لها فهو عندها مواعيد كل 21 يوم جرعة فهي الجرعة الثالثة صادف يوم وعدها يوم 16 واليوم عندك وقت محدد ببلاش وبعدين بفلوس لو كلها ببلاش لا حاليا كلها ببلاش ما سمعت والله جماعة يقولون كلها ببلاش اي هو حاليا حد سمعته كلها ببلاش ما سمعته بعد ما اعرف يجد اكو شيء جديد فاضي لا ان شاء الله ماكو لا ان شاء الله ماكو اذا ما انت كمواطن كمتلقي للخدمة نعم شلون تقيم هاي التجربة؟ والله الحمد لله
الحمد لله خير من الله. مو اكو هنا هواي ناس عم مثلا محتاجتها، محتاج هيش خدمه واعدها مكانيه. يعني احنا باختلاطنا بالمستشفى شوف ناس هواي ما متضرره يعني ما عندهم. قول لي هاي بنتك الله يخليها، عندكم مراثه انتم؟ لا لا ما عندنا. اول مراثه مراث قلب، بس هاي اول مره صارت. شلون وضعها على العلاج؟ والله الحمد لله احنا سوينا لها عمليه كانت وقتها بخارج القطر، بس لحد يعني الحمد لله بعد عندها تقييم من ورا هاي الجرعه. ان شاء الله السلامه. سلام ممنون. يلا عمو حبيبي حبيبي عمو السلام عليكم شلونك؟ وين اهلك باباتي؟ عمو وين بيتكم؟ وين بيتكم؟ احكي حبيبي شو اسمك؟ زين زين انت عمو مرتاح هنا؟ حلوه هاي الغرفه؟ ليش بس تسولف وياي؟ عمو بابا ليش بس تسولف وياي؟ شو اسمك انت؟ سوالف بابا سوالف حبيبي عفي علاوي، بس علاوي صاير زين الحمد لله. حلو سبيع. ها علاوي؟ سلام بابا. الله يحفظك سلام. هذا ابنك بابا لا تصورها. ابنك؟ ايش قد صار له بابا؟ 14 سنة. هاي أول حالة بالعائلة؟ هذا أول طفل إليش؟ أو عندي واحد ثاني بس هذا فيه. من وين أنت بابا؟ من الديوانية. من الديوانية. شلون وضعه ده يتحسن؟ لا أحسن. العفو أنت الوالد مو؟ حبيبي شلونك؟ شلون صحتك؟ زين إن شاء الله تعالي. شنو علاوي؟ والله وضع نعمة من أمر. أول ما جينا يعني عند انتشار ورمة برزده والدور صار بالعمود الفقري. بس الجو ما قصره يعني الدكاتره. انتوا اكتشفتوا مبكر لو بعد فتره؟ لا احنا ما ندري هيك، على حب الله اخذت الدكتور اسكندر بالديوانيه قال اشعه وسونار رنين قال اشك يعني عنده ورم بالدماغ. الدور رحت للنجف هم لعبنا الكلى بهمين حولنا قال اسوي له عمليه اشيلها شلناها وديناها زراعه طلعت مو زينه. دور جبنا التقارير كلهن وجينا المستشفى. شلون الوضع هنا؟ والله نعمه يعني كل زين. مو؟ اي لا نعمه يعني حتى هسه الاستجابه يعني استجابه نعمه من الله. تدري يا ابو علي يعني افطر بالولايات والتقي بالعراقيين والعراقيين يتصلون بي كلش ارتاح من اسمع عراقي مرتاح بتقديم الخدمه. أيوة كلش ارتاح افرح. يعني ما تنوصف يعني احكي ابو علي انا اغتنم الفرصه استاذ نجم موجود شفت البقايا الطعام اريد اسولف له عن مستوى الاكل. والله مستوى الاكل والله صحي يعني اعتبر حتى الوجبه الكافيه يعني لازم طيبه. والله طيبه كل شيء سنه اغتن الفرصه استاذ نجم أه؟ حتى تنقل التجربه بهذا الترتيب بهاي النظافه بهاي التقدم. لا واحنا اليوم يعني انا بعلاوي انت عايش هنا بس اريد اشوف اوريك السلفنه الترتيب بالمناسبه كل الهميجه كل واحد عليه اسمه الطفل هسه وباركود مال الطفل خاص به هذا اي موجوده هنا ليش هذا لان اكو طبيب تغذيه اي طبيب مناقشه الطبيب المعالج اي يكتبون له علاجا العفو غذاء الخاص هذا ماي بارد فكل كل مريض يعني يمكن تدخل غير غرفه تلقى غير هذا يعني انا اريد يعني يمكن تدخل غير غرفه ما تلقى هذا الطبق تلقى طبق ثاني انا اريد والولد الكاميرات الان شكرا ابو علي ضابط الكاميرا وراك كل العراقيين يستاهلون ان نقدم لهم خدمه من هذا النوع اكيد ولا حاكم أكيد. ولا وزير ولا رئيس ولا مسؤول يسوي فضل بفلوسه لو فقط أن تتوفر عندنا الشرف أن نخدم هاي الغرفة اللي وبأي مكان برا بالخارج ما تقل عن 500 دولار كسكن بس أنت بتقدم خدمة لأهلك وشعبك والناسك وتجيب كوادر شو اللي خسرانه العتبة ما عتب فلوس بقد الدولة بس أكو رؤية لبناء أكو طريقة لإحترام العراقيين من تحترم العراق تقدم له صح فيا دولة الرئيس أبو مصطفى العزيز هاي التجربة والسيد صالح العسلاوي أنا أثق بهذا الرجل وعنده خبرة خلوها تتعمم هاي التجربة خل استفاد منها مو بغضا بأحد ولا ندية مع الآخرين لكن هاي التجربة بكل محافظة عراقية يجب أن يكون مستشفى وإذا ما عندكم فلوس العراقيين الخيرين يعاونوكم لما يعاونوكم ينطوكم فلوس خلوها بيادي أمينة حتى ما حد يبوكها
كافي، خلونا نبني كافي بوك، خلوا الناس تبني وخل تشتغل، وإذا ما تعلمتوا خلال هاي العشرين سنة أكو ناس بتجارب بدها تعلمكم. كافي طلع صوتنا هواي وتعبنا هواي، خلونا نبني، خلونا نحترم العراقي. شوفوا العلاوي، علاوي ضحية، ضحية حروب، ضحية استهتار من كل الذين عبثوا بالسلطة. هذا يستحق أن تخدموه وتخدموه بلا منة، تخدموه باحترام. يلا أبو علي إن شاء الله السلامة. سلام أخويا. سلام. الجانب النفسي وفريق الدعم النفسي يجي دعم الأطفال، حفلات عيد ميلاد يسوونها. شنو؟ لبسات صار. مرحبا. تعال 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 حبيبي، تعال 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 حبيبي، تعال بابا تعال. يلا يلا خلوها 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 خلوها. السلام عليكم. خليها خلوها ترتاح، خلوها ترتاح، خلوها ترتاح. يلا عفوا. يلا حبيبي، يلا بابا، يلا يلا هي شكلها مغذي. خلوها خلوها ترتاح. عفوا عفوا عفوا. شلون اخويا؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. شلون؟ مرحبا اختي. هاي أول طفلة عندك مصابة؟ نعم. إيش قد عمرها؟ سنتين. هاي تعود صايرة حلوة وهيكي ومبدلة. ها حبيبي؟ شو هي طلعت عمو صورة. تعي حبيبي يلا خذونا أنا وياها صورة. يلا ويا بابا. يلا, يلا ويا بابا خلنا ناخذ صورة. يلا عمو. يلا احكوا وياهم. هسه دداي شوفي. سوي له باي باي. سوي له باي باي. يلا حبيبي باي باي. راح أروح أنا. شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ جاوبي؟ سارة حلوة؟ يا حلوة. شو هالأمور يا أبو؟ من الله لا الحمد لله. والله إن شاء الله الله يشفيها. الله يشافي الجميع. الله يشفيكم. ممنون. وعليكم السلام. يلا تحياتي. حبيبي شلونك؟ شو أخبارك؟ زين زين؟ ينطونك أكل زين؟ آه. إيش قد صار لك حبيبي؟ شهر؟ قل لي خلال هالشهر تحسن؟ لا الحمد لله قد تحسن. ايش قد مستوى تحسن؟ يعني الحمد لله شكرا. كان من البيت يعني كان يعني كل الاسبوع يعني من جبنا المستشفى يعني الحمد لله شكرا. علاج يعني جاي طول صحيح يعني. اكله شربه؟ الحمد لله شكرا. مكانكم شلونه؟ لا الحمد لله شكرا. زينين ها؟ شو ايه؟ اسمك انت؟ امير ما شاء الله شنو محابسك؟ يصير ناخذ واحد من هين؟ لا. شو خليني اشوف هين؟ خليني اشوف نشوف. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. يلا السلام اخوي. من وين بابا انت؟ من البصره. تعالي 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 عمو. من يا محافظه؟ من البصره. من البصره. شو عاد جيت لنا بابا؟ جينا كنا راجعين البصره، ولد اشتكي من معدته، راح البصره قالوا عنده التهاب بالامعاء وعنده فقر باقي اللاعي، فقمنا احنا جينا زياره نزور الامام الحسين، فالمدرسه هنا طاح. ابوه شو يشتغل؟ ابوه كاسب يشتغل الحين بالسيارات يشتغل. كاسب؟ اي. هذا ببلاش الغرفه؟ اي ببلاش. ما يدفعون ولا دينار؟ ولا دينار. انا كانوا يحكوا لي قالوا لي افتريت الغرف. قالوا خشوفك البي اي بي. انا بصراحه دائما اشك بالحكومه، انا هاي الحكومه ما اثق بها عليكم. فقلت هذني البي اي بي يجوز مال ولادات النواب المحافظين. زوجك كاسب بابا؟ كاسب. والله؟ يا رحمتك يا رب. هم وصلت فاجوا. انا دائما اقول اكو امل. دائما اقول اكو امل. بخت العراق ان شاء الله. وخلي الامل يبدا منا. شلونك حبيبي؟ شو اسمك انت؟ هيدا. هيدا شلونك؟ صرت زين هسه احسن؟ شلون هذا المكان؟ اقول لك حيدولي انا شفت هذا هنا مال الالعاب. تروح ترسم تكتب؟ ها؟ شو انت احسك ضايق حيدولي؟ ها؟ عادي شنو؟ ادري حيدولي هسه انا احسن لو بالبصره، هاي ماما وياه وغرفه فيها يجي. ها؟ طبعا. حيدوري دقوا بخروح لعبان إياك هناك نروح نرسل. حيدوري وذا العتبة سويت لك واحد مثل هذا بالبصر. والله أنا هم مريض. موجود؟ مو بس حيدر. بعد ست شهور. نفس أخو. إيه. نفسيته بالبصرة راح ينفتح. يستاهلون. حيدوري تحس نفسك زين بابا؟ ها؟ تطلع تتمشى؟ ها؟ لو اشتاقت البصرة؟
شنو البصره؟ ما عندك اليوم انت بس فين البصره؟ اه بصاري اصلي بابا البصره الطيبه والله بصره الطيبه الخبزه الحنان هلا هلا يخجلوك يلا بابا السلامه حبيبي سلامه عمو